أثار الفنان اللبناني الوليد الحليني على محبينه بعد ما كشف بصورة نشرها على إنستغرام عن جرح كبير على أحد كتفيه، ولما تسأل المتابعين عن سبب هالجرح وعما إذا كان حديث العهد أم قديم، خرج الوليد عن صمته لتوضيح الحقيقة وراء هذا الجرح، ورد على أحد المتابعين بالقول: كسرت كتفي وعملت له عملية والحمد لله منيح. وكان الوليد قد وجه معايدة خاصة لوالده بمناسبة عيد الأب، ونشر على صفحته الرسمية عبر إنستغرام مقطع فيديو ظهر فيه هو عم يبوس والده الفنان اللبناني عاصي الحليني، وعلق بالقول: ينعاد عليك يا بي وخي وصديقي، انت الدنيا كلها. وبختام هالتقرير، الوليد سبق وقرر يغني هلا بالخميس على طريقته الخاصة بحلقة حبيب القلب مع الجديد. هلا ابو الوليد ترارا تراري ترارا ترارا، هلا ابو الوليد ترارا تراري ترارا ترارا، هلا ابو الوليد ترارا الأحد داوم ولا تفكر بحد، يوم الاثنين خلص في شغلك حبتين، يوم الثلوث عيش حياتك وحبها، يوم الربوع ويوم الخميس هلا بالخميس، يلا ترارا 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 ترارا، هلا بالخميس الوليد.